لتعلم يا مسلم، لتعلم يا مؤمن أن هذا الشهر شهر القرآن، لأن القرآن نزل فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. واسمع إلى هذا الحديث الصحيح الذي هو غريب عن أسماع كثير من الناس في مسند الإمام أحمد وعند الطبراني. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يلقى القرآن صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب المتغير اللون، فيقول له: ألا تعرفني؟ أنا الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرتك بالليل، وكل تاجر وراء تجارته، فيعطى الخلد بيمينه والملك بشماله، ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فلا يزال في صعود ما دام يقرأ هذا أو ترتيلا.